سيداتي والسادات، تاسعة صباحا لكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر، مشددا على أن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وشدد الرئيس خلال كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن مصر ما تزال تتمسك بالتوصل لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي. وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها خير دليل على النهج المصري في هذا الملف. كما أكد سيادته على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ والدعم أو تسهل انتقالهم عبر أراضيها. من جانبه، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساندته لحقوق مصر والسودان وموقفهما في ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد العاهل السعودي أن ميليشيا الحوثي تواصل اعتدائاتها اليومية على المدن السعودية، مؤكدا أن المبادرة السعودية كفيلة بإحلال السلام في اليمن. وفي كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومشددا على أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين إلا بالسلام العادل المبني على حل الدولتين. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. تناولت المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الروسي سيرجي لافاروف، وذلك في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الجانبان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، كما تطرقت المباحثات إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان واستمرار رفع الحصانة عن جميع أعضائه. كما تضمن الأمر الرئاسي استمرار التدابير الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن استمرار العمل بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة لتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تشكيلها بأمر رئاسي. أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي، يأتي ذلك بعد أقل من شهر علاقتها العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وضحت الجزائر أن القرار يأتي في ظل ما اعتبرته استمرارا للاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي على خلفية قضية الصحراء الغربية، وذلك على حد قولها. ويشمل الإغلاق أيضا أي طائرة تحمل أرقام تسجيل مغربية. هذا ولم يرد بعد أي رد فعل رسمي من المغرب. وفي ليبيا، علق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مهامه العسكرية رسميا، وأعلن تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بتولي مهام منصب القائد العام في ليبيا لمدة 3 أشهر. تأتي هذه الخطوة قبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية والمقررة في 24 ديسمبر القادم. أعلنت وزارة الصحة وصول شحنة تضم 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار القاهرة الدولي. وضحت الوزارة أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة وتحمي من العدوى والدخول في مضاعفات حرجة.
وتخضع الشحنة للتحاليل في معامل هيئة الدواء. وأكدت الصحة أن لقاح أسترازينيكا أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة، كما أعلنت خروج 507 متعاف من الفيروس من المستشفيات بعد تلقي من الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251902 حالة. سيدات والسادة، ختام الموجز، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى على رأس الساعة 10 في أمان الله.